مقتطفات من أضواء البيان. أخونا مصطفى من الجبيل يقول: ما هو الجناح في هذه الآية؟ هو يقول يعني كيف يكون هنالك جناح حتى عليكم أنتم أيها المستاذن عليكم، يعني بعدها يقول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون، يعني ليس لأنهم هم أمروا، يعني أنا أمرت الآن إني أن آمر من كان تحت يدي أن يستأذن، فإذا لم أفعل هذا فأنا آثم، إذا فهذا مخاطب وهذا مخاطب. الآن خلاص فتح، ليس علي أن آمره وليس عليه هو إذا دخل أن يستأذن، فالجناح أصبح مرفوعا عن الجميع، لأنه كان الأول في هنالك يعني مكلفان، أنا ومن أملك، يعني وكذلك من كان تحت يدي من الأطفال هم ميزين. فأصبح الآن المسألة مفتوحة ومأذون فيها لهؤلاء ولهؤلاء، فليس علي جناح إذا لم أمرهم، وهم ليس عليهم جناح إذا دخلوا من غير استئذان. الجناح والإثم يا شيخ؟ نعم.